البعض بيقول ان احنا لازم ننزل نحتج في 25 يناير، والبعض الاخر بيقول لا احنا لازم ننزل نحتفل. في فريق ثالث خالص بيقول لك لا نحتج ولا نحتفل. انت مع اني فريق في دول؟ انا والله مع يعني الكلام بتاعك دي، يعني الاثنين انا مش معاهم حضرتك. يعني دلوقتي لو قام مظاهرات في البلد ولا بتاع، في تخريب وفي كل حاجه النهارده، وعندك ارهاب برضو في قلب البلد حضرتك، ما ينفعش. يعني هنحتج على ايه؟ هو بس يعني كل واحد بيبقى ليه وجهه نظر، كل واحد مثلا في قلب البلكونه بتاعته يرفع علم مصر بس وخلاص، دي الاحتفال بتاع 25 يناير وخلاص على كده. والله انا من رايي بجد يعني لو الناس نزلت يبقى افضل. ليه بقى؟ لا يبقى افضل الناس تنزل تحتفل، لا، لان لو نزلوا يحتفلوا عمر الجماعه الارهابيه دول ما هيعملوا اي حاجه. صح؟ انا اللي اقول لكم الصح. صح ولا لا؟ اه يحتفلوا عادي، لان كتر الناس باحتفال ب 25 احتفال مش ارهاب، انت فاهم؟ يحتفلوا مش يعملوا مظاهرات، مش يعملوا اي حاجه، وده افضل حاجه. لا انا رايي الناس ما تنزلش. ليه؟ البلد مش ناقصه الناس تحتفل في بيوتها تعليق على مصر بالدعاء للبلد. يعني انا هنزل هعمل ايه؟ ايه اللي هعمله؟ لو مؤاخذه يعني هنزل بعد ما حاجه كانت اتكسرت وصلحت هكسرها تاني؟ مش معقوله طبعا. انا بتمنى ان الحاجه بتبقى من الاحسن للاحسن ومن الافضل للافضل، مش اكسر. احنا بنبني مش بنهد. مفيش حاجه اسمها النزول عشان خاطر شيء معين. هو الاحتفال احتفال جميل جدا، لان بالنسبه اللي احنا شايفينه في البلد هو خير ان شاء الله. يعني هي كانت مصر كانت ضايعه، بس الحمد لله من فضل رب العالمين ان هي هتفضل واقفه وطول عمرها هتفضل واقفه. الاحتفال احتفال شيء جميل، واحنا طول عمرنا مصريين وطول عمرنا نحب مصر وطول عمرنا نحب الخير لمصر. لا الاحتكاك ده يعني ده شيء يعني هم مش عاوزينها تفضل تقف على رجليها، واحنا الحمد لله من فضل رب العالمين احنا عندنا استعداد نموت نفسنا عشان خاطر البلد. ما ينزلش حد عشان ما نخربش بلدنا ونخرب الحاجات اللي احنا بنعملها، الحاجات الحلوه دي احنا نخربها ليه؟ انت هتعمل ايه في مظاهراتك ولا هتعمل ايه؟ كل ده كلام فاضي. بص لعملك، بص لاكل عيشك، بص لمصلحتك. واللي بيموت ده هو مش ابنك ولا اخوك ولا ابن عمك. الاحتجاج طبعا. ليه بقى؟ ليه؟ ليه طبعا؟ عشان الدوله اصلا لسه ما فيش حاجه، ما فيش، ما بيحاربش الارهاب، ما بيعملش اي حاجه اصلا. لسه في بطاله، ما فيش اي حاجه في البلد اتغير من 5 سنين. بس. هو لسه في فوضى ولسه ما فيش امان، وتمشي في الشارع ما في حدش ضامن نفسه برضه كده او كده، بيبقى في لبش اي تمشي في الشارع ممكن اي حد تقابله ممكن يحصل اي حاجه، فانت برضه بقى ده حاجه مش مطمنه خالص، فاهمني؟ ف هو لازم يحصل حاجه، لازم يحصل تغيير، يعني على الاقل امن اكتر، مش رعب، امن. انا مع الفريق، لا احتجاجات ولا احتفالات، احنا نعمل ونخلي البلد تعمل وربنا يصلح الحال لا اكتر ولا اقل. يعني احنا اخترنا خلاص وعملنا مجلس الشعب وعملنا مجلس وتمام، وفي رئيس منتخب وربنا يولي من يصلح. بس في امان عن الاول والحمد لله رب العالمين، الدنيا ماشيه، المرتبات بناخدها في مواعيدها خلاص، والدنيا ماشيه مفيش اي مشكله، مش شايفين مشكله. لا كل اي انسان ينزل يحتج ده يبقى مش وطني اصلا، ولا مش من مصر، ولا اصلا ولا عنده اي ثقافه ولا عنده اي علم. وللاسف المتعلم النهارده هو اللي بيبقى يقول الاحتجاجات ويتكلم في اللي ماليش لازمه، لكن احنا المفروض ننزل احتفاليه، وان المفروض ولا ننزل ده ولا ننزل ده. ليه؟ عايزين نشتغل، عايزين نشوف شغلنا، عايزين ننمي في البلد. احنا مش هنضيع احتفاليات ونقول 25 26، احنا 25 خدت دورها وخلاص وعدت بالسلام. نشوف ايه اللي بعد ال 25 ايه ونقدر نعمله. كل واحد ينزل يشوف ايه دوره ويعمله. احنا النهارده كلنا لو بدأنا نعمل اللي احنا بنحبه وهنشتغله هننمي في البلد، والبلد تبقى جميله، ولا عايزين حاجه من بره وحاجه من جوه، ومش حد هيضحك علينا. ليه؟ لان هبقى مشغول في شغلي يا فندم. عمرها ما هتنزل بالاحتجاج، عمر الاهداف ما هتحقق بالتظاهر او الاحتجاج. زي ما قلت لحضرتك قبل كده، الاهداف لازم تتحقق بالعمل.